أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة. ما زلنا نواصل حديثنا وتعليمنا من عظة المسيح على الجبل. أنا بدعوك معي أنه تشاهد هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتك. رح أتكلم عن الآية التي تقول لا تعطوا القدس للكلاب. ماذا يقصد يسوع المسيح من هذا الكلام؟ ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.